السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نتناول فيها اهميه انعقاد مجلس النواب ودلالات التوقيت. تتواصل التحضيرات بشكل ملحوظ لانعقاد الجلسه الاستثنائيه للبرلمان في مدينه سيئون عاصمه وادي حضرموت. الاستئناف المرتقب للجلسات المعطلة منذ أكثر من 4 سنوات يأتي بعد أن فشلت تحركات سابقة لعقده في العاصمة المؤقتة عدن. في الاتجاه الموازي، وصل رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى مدينة سيئون رفقة عدد من مسؤولي الحكومة لحضور الجلسة الاستثنائية للبرلمان المقرر عقدها غدا السبت. وبحسب وكالة سبا الرسمية، فإنه من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 إلى البرلمان تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإقرارها. وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء سيتابع مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الترتيبات النهائية للنواحي التنظيمية لعقد هذه الجلسة. مدلولات انعقاد الجلسة وأهميتها ودلالات التوقيت سيكون محور وموضوع نقاشنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. بدأ أعضاء الحكومة ومجلس النواب التوافد إلى سيئون عاصمة وادي حضرموت لحضور جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، وسيكون حاضرا لرئاسة جلسة الافتتاح. مطار سيئون الدولي كان قد استقبل اليوم عددا من أعضاء البرلمان قدموا على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية، ومن المتوقع أن يصل بقية الأعضاء تباعا قادمين من القاهرة وكوالالمبور وغيرهما. وفقا لمصدر في البرلمان، فإن النصاب سيكتمل بأكثر من النصف رغم تردد أنباء عن رفض بعض الأعضاء الالتحاق بزملائهم في جلسة سيئون، ورغم حالة التشديد التي فرضها الانقلابيون على البرلمانيين الموجودين في مناطق سيطرتهم تحت الإقامة الجبرية. في الاتجاه الموازي، وصل إلى سيئون أيضا رئيس الوزراء معين عبد الملك رفقة عدد من الوزراء. وبحسب وكالة سبا، فإنه من المقرر أن يقدم رئيس الحكومة أمام البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لأجل إقرارها. التئام جلسة البرلمان سيكون خطوة نوعية ومفصلية في مسار تفعيل المؤسسة التشريعية، إضافة إلى كونه تحركا يتجاوز المشاريع السلالية والفئوية الانفصالية التي تهدف لإضعاف وتفكيك مشروع الجمهورية الاتحادية. من جديد تؤكد حضرموت أنها حاضرة اليمن وحاضنة مشروعه الاتحادي بحرص سلطتها المحلية على تهيئة كل الظروف لإنجاح انعقاد جلسة البرلمان. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من سيئون المتحدث باسم الحكومة راجح بادي. سيد راجح، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد راجح. يعني في البداية، ما دلالة انعقاد جلسة استثنائية للبرلمان في سيئون في قلب وادي حضرموت؟ أولا كما تعلمون أنه يعني بعد 4 سنوات من الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي على الدولة وتعطيل مؤسسات الدولة، الآن يعني يستأنف نشاط يعني مؤسسة من أهم المؤسسات السيادية في الدولة، وهي المؤسسة التشريعية والرقابية الأولى في البلد، مجلس النواب، بعد هذا الانقطاع الطويل. وهذا سيعزز من حضور الشرعية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي، كما سيعزز من أداء وتحسين أداء السلطات الشرعية سواء الحكومة وغيرها من المؤسسات. ما انعقاد البرلمان رسالة للداخل والخارج أن اليمنيين يعني متوحدين خلف القيادة الشرعية، متوحدين لرفض هذا الانقلاب بعد كل الذي حصل من 4 سنوات ومراهنة البعض أنه طول فترة الانقلاب وطول فترة الحرب ستؤدي إلى تثبيت أمر واقع من قبل ميليشيات الحوثي. هي الآن بعد 4 سنوات يتوحد اليمنيون، تتوحد القوى السياسية، تتفق القوى السياسية على استئناف عمل البرلمان، على إعلان تحالف سياسي يضم كافة القوى السياسية والحزبية في البلد. نعم، لكن سيد راجح، يعني هل تتوقع لهذه الجلسة النجاح يعني باكتمال النصاب بشكل كامل؟ نعم، الترتيبات يعني على قدم وساق والتجهيزات جارية، وخلال الساعات القليلة القادمة يعني ستعقد الجلسة، وبإذن الله سيكون النجاح يعني حليف هذه الخطوة.
نعم، لكن هناك يعني تخوف سيد راجح من مسألة عدم لحاق أو وصول بعض أعضاء البرلمان، وهناك أيضا من أو هناك بعض الأنباء يعني تتحدث عن الامتناع عن الحضور بعد الموافقة سابقا. يعني بعض الأخبار للأسف أنه مبالغ فيها، لكن الأهم والذي أستطيع أن أؤكده في هذا النقطة أنه النصاب المطلوب والقانوني والدستوري لعقد هذه الجلسة وهذه الانتخابات سيكون كاملا بإذن الله. نعم، لكن سيد راجح أيضا كما يعني أتى في قرار الرئيس هادي بأن هذه الجلسة هي غير اعتيادية، وبالتالي نتساءل هنا يعني أين سيكتب البقاء لهذا المجلس والاستقرار بشكل دائم حتى يعني تنتظم الجلسات بالشكل الاعتيادي؟ كما تعلمون انه يعني المقولة الشهيرة والمتعارف عليها انه البرلمان سيد قراره، بعد ان يجتمع البرلمان وينتخب هيئة رئاسة يعني جديدة هو سيكون صاحب القرار، وسيتم تعيين أمانة عامة وتشكيل لجان، إعادة تشكيل اللجان الدائمة في المجلس، وهو من سيقرر ويحدد المكان الذي سيعقد فيه يعني جلسة. نعم، لكن سيد راجح هنا نقطة أخرى في مسألة وصول رئيس الحكومة اليوم إلى سيئون، ما الذي يحمله رئيس الحكومة لمناقشة مع أعضاء البرلمان؟ رئيس الحكومة مع عدد من الوزراء وصلوا اليوم إلى سيئون لتقديم مشروع البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام 2019. نعم، وتم هذا المشروع عقب أول جلسة وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للعرض على مجلس النواب، ومن ثم مناقشة مشروع البيان المالي وإفطار، وبذلك تكون يعني هذه أول موازنة عامة للدولة منذ انقلاب الحوثيين على 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 الشرعية، يكون هناك يعني موازنة مقررة من البرلمان. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، كنت معنا من سيئون. مشاهدينا نشرك الآن معنا من سيئون، سينضم إلينا عضو مجلس النواب السيد مفضل إسماعيل الأبارة. سيد مفضل مساء الخير. أسعد الله مساءك أخي الكريم ومساء مشاهديك الكرام. أهلا بك سيد مفضل، يعني نتساءل في البداية عن دلالات انعقاد البرلمان يعني رغم التعقيدات التي حالت دون انعقاده في العاصمة المؤقتة عدن. حياك الله أخي الكريم. أولا اليوم نشعر أنه بإذن الله نحن مقدمون على يوم مشهود، يوم تاريخي في حياة اليمنيين جميعا بإذن الله تبارك وتعالى، من خلال عودة السلطة التشريعية للشعب اليمني إلى الالتئام والمشاركة الفاعلة في المعركة القائمة مع الانقلابيين الحوثيين. نعم، حيث أننا نعلم جميعا أن مهمة اليمنيين جميعا بمختلف مؤسساتهم وسلطاتهم الآن تتركز في استعادة الدولة والجمهورية وتحرير البلد من هؤلاء المجرمين ومن هؤلاء الانقلابيين. اختيار مدينة سيئون التاريخية العظيمة، إحدى حواضر حضرموت المجد والتاريخ والحضارة، الحقيقة كان متوقعا بعد أن حصلت بعض الإشكالات أو توقع الناس أن تحصل بعض الإشكالات الأمنية في عدن، فكان اختيار سيئون اختيارا موفقا، حيث فعلا يعد هذه المدينة إحدى المدن التي تقدم اليمن بصورته الراقية، بصورته السمحة، بصورته المعروفة بالترحاب والكرم والأخلاق العربية والإسلامية الأصيلة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هي محطة فاصلة كما قلنا في حياة شعبنا، لأننا سنستعيد زمام المبادرة من خلال هذه السلطة التشريعية، وستقوم بدور كبير سواء في خدمة المواطنين على مستوى القضايا الداخلية أو حتى في خدمة المعركة الوطنية مع هؤلاء الانقلابيين عبر العلاقات الدولية والمؤسسات المختلفة في العالم. نعم، لكن سيد مفضل نتساءل هنا يعني ألا تجدون أي مخاوف من يعني حدوث أي طارئ في سيئون قد يعني يعطل هذه الجلسة؟ بمعنى يعني هل هناك يعني كامل الضمانات لانعقاد هذه الجلسة وتأمينها بشكل كامل؟ أخي الكريم، أولا تقريبا كل ما يقال أو كثير مما يقال في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، من الترويج أن هنالك مظاهرات وهنالك حشود. الأوضاع اليوم مررنا
مدينة سيئون كاملة تقريبا، والأوضاع أهدأ مما ما كنا نتصور. بس الناس مرحبين ومستبشرين بهذه الجلسة، وأبناء حضرموت يدركون بوعيهم وبحسهم أن اختيار هذه المدينة لهذه الجلسة الهامة هو أيضا محطة تلفت الأنظار إلى سيئون وإلى حضرموت الحضارة والتاريخ، وسيكون لها ما بعدها إن شاء الله من إنجازات تنموية لهذه المحافظة وغيرها. أيضا هنالك استعدادات الحقيقة من الحكومة الشرعية ومن الأخوة في التحالف العربي، استعدادات مكثفة وغير مسبوقة للتأمين، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نحن واثقون بحماية الله أولا ثم بهذه الإجراءات وبهذه التنظيمات التي تمت من قبل القيادة الشرعية وزارة الداخلية وزارة الدفاع وإخواننا في التحالف العربي. هنا يعني تم اتخاذ كافة الاحتياطات، وإن شاء الله بإذن الله ستسير الأمور على ما يرام. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد مفضل، ونشرك معنا في الحديث الصحفي والمحلل السياسي سيد عبد الرقيب الهدياني، سينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن. سيد عبد الرقيب مساء الخير. مساء النور، أهلا شادي. أهلا بك سيد عبد الرقيب. يعني نتساءل هنا، ما دلالات اختيار سيئون تحديدا مكانا لانعقاد جلسة البرلمان، يعني بعد التعذر الذي حصل في العاصمة المؤقتة عدن؟ بداية التحية لك ولضيوفك ولمتابعي القناة. أهلا بك. طبعا سيئون حضرموت اليوم هي محل أنظار اليمنيين عموما ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية. سيئون هذه المدينة الصغيرة لكنها اليوم تحتضن أهم حدث وتجمع سياسي يمني خلال يعني هذه السنوات منذ اندلاع الحرب. دلالة سيئون أنها المدينة الحاضرة في كرف الدولة. في سيئون توجد المنطقة العسكرية الأولى وهي ألوية الجيش الوطني. في سيئون توجد سلطة محلية يعني تابعة للشرعية. في سيئون لا توجد الميليشيات. في سيئون هناك مجتمع راقي مدني مسالم يبحث عن الأمان ويعشق الدولة، واستحق بجدارة أن يكون الحاضن لهذه الفعالية السياسية الكبرى. كان ينبغي أن تكون عدن أو أن تكون مدن أخرى، ولكن هذه المدن أغرقت بالفوضى وبالميليشيات وبالعبث، كما اختطفت صنعاء من قبل الانقلابيين الحوثيين. اليوم عدن مختطفة من قبل ميليشيات خارج القانون، اغتيالات، تدمير، أحداث أمنية على مدار الساعة، وبالتالي خرجت عدن، خرجت عن تاريخها، عن سمعتها، عن حضارتها، وهي التي كانت يجب أن تقود اليمن اليوم، أن تقود المشروع الوطني، وأن تقود مشروع التحرير. عدن التي نحتفظها في وجداننا كانت دائما تحمل المشاريع الكبيرة، ولكنها اليوم يوم اختطفها هؤلاء. اختطفها. طيب سيد عبد الرقيب، هل تتوقع النجاح لهذه الجلسة في سيئون؟ يعني خصوصا مع أن هناك يعني تهديدات بأن هناك مظاهرات ستنزل إلى الشارع رافضة انعقاد الجلسة، وأيضا هناك أيضا بعض اللافتات والشعارات التي علقت على مقر الانتقالي في سيئون تصف هذا المجلس بالإرهابي. حضرموت طوال السنوات الماضية لم تكن يعني بذلك يعني الحجم الذي يعني موجود في عدن او بعض المحافظات في لحج او بعض المديريات في لحج. حضرموت لها مزاج اخر لا ينسجم مع هذه الاصوات العنصريه وهذه الدعوات المناطقيه وهذه المشاريع الصغيره. حضرموت يعني غالبا كانت مع المشروع الكبير، مع مشروع الوطن، مع مشروع اليمن، ونأت بنفسها في الفترات الأخيرة من أن تكون حاضنة لهذه المشاريع. هناك بعض الأصوات يعني الموجودة وهي قليلة وقليلة جدا لم تخرج يعني حتى اليوم
كما ذكرت أنت مظاهرات في سيئون، هي عبارة عن أفراد يعني بعدد الأصابع، وأبناء سيئون، أبناء الوادي، أبناء حضرموت مع الدولة، وأحجموا خلال السنوات الماضية على أن يتناغموا مع هذه المشاريع القروية والجهوية، ولا يريدون أن يكرروا مثال عدن. يريدون لحضرموت أن تتمتع بمزاج آخر، بمسار آخر. الحضرمي يعني كيس وذكي، حضرموت لها تاريخ ولها حضارة. الحضرمي دائما يعني ينحاز إلى المصلحة وإلى ما يخدم بلده وما يخدم الوطن، وله تاريخ وله حضارة، وبالتالي اليوم استحقت حضرموت واستحقت سيئون أن تكون الحاضنة لهذا العرس ولهذا الحدث الوطني الكبير باحتضان جلسة البرلمان اليمني. وستكون لن تكون حضرموت إلا في صف الوطن، ولن تكون إلا في صف المشروع اليمني الكبير. نعم. إذن سأعود إليك سيد عبد الرقيب، وأذهب للسيد مفضل الأبارة عضو مجلس النواب. يعني سيد مفضل، هناك أنباء تتحدث عن امتناع بعض أعضاء المجلس عن الحضور بعد أن كانوا قد وافقوا سابقا، وهنا على وجه التحديد هم في كتلة المؤتمر، يعني ما دقة هذه المعلومات؟ أولا دعني أقول أنه سيئون اليوم هي تكبر بحجم الوطن، لما لا، وهي تحتضن الوطن بكل طيفه السياسي وبقياداته السياسية. فهنيئا لسيئون وشكرا لسيئون على هذا يعني الانطباع الأولي الرائع الذي تتركه لدينا جميعا. بالنسبة لهذه المعلومات هي صحيحة، ولكن العدد قليل جدا، وبشرك يعني لا يتجاوز عدد أصابع يمكن اليد الواحدة، لا يصل حتى إلى 10 أشخاص، هم تقريبا في حدود 7 أشخاص. نعم. لكن في النهاية هؤلاء سيتجاوزهم الزمن إن لم يلحقوا. فاليوم من يحضر إلى سيئون هو يعلن إيمانه بقضيته، يعلن إيمانه بوطنه، يعلن أنه مع الوطن ضد هذا الجهل، ضد هذه الميليشيات، ضد هذا الاستلاف، ضد هذه العماله والارتهان للمشروع الايراني. ومن لديه وجهه نظر اخرى ويرى انها مقدمه على هذا الواجب الوطني، للاسف الشديد نقول له انه الزمن سيتجاوزه، وللاسف الشديد انت تضر نفسك ولا تضر الوطن. واما هذه المؤسسه التشريعيه فقد اكتمل نصابها اليوم في سيئون وزاد عن النصاب في هذه النقطة. يعني هنا يعني أمر مهم يجب أن نوضحه للمشاهد الكريم سيد مفضل. يعني أنت أحد أعضاء هذا المجلس ومتواجد حاليا في سيئون، وربما يعني الصورة مكتملة لديك فيما يخص النصاب القانوني لاكتمال هذه الجلسة. هل من خلال اطلاعك يعني يعتبر النصاب القانوني مكتمل حاليا بعدد الأعضاء الواصلين والذين وافقوا على حضور هذه الجلسة؟ الأعضاء الواصلين حتى الساعة الرابعة عصرا حسب ما تفيد الزملاء في السكرتارية والاستقبال، وصل إلى ما يقرب 140 عضوا، والأغلبية تحتاج منا إلى 135 أو 136 عضو فقط. جميل. بينما هنالك عدد من النواب ما زالوا قادمين من عدن، ربما يصلوا فجرا أو يصلوا في الليل، وبعضهم من المغرب وبعضهم من المناطق الداخلية في اليمن يعني. نعم، لكن سيد مفضل هناك أيضا أنباء تتحدث عن أنه تم إعفاء بعض الأعضاء عن الحضور والذين لهم ارتباط بالجانب التجاري، وهم عبارة عن رجال أعمال وتجار، نظرا لحساسية وضعهم. ليس عندي معلومات عن هذا الموضوع، لكن إذا تم هذا سيكون التنسيق مع الأخ نائب رئيس المجلس، وأنا ليس عندي في الحقيقة اطلاع على هذا. نعم. طيب هنا تساؤل أخير سيد مفضل بما يخص جدول أعمال البرلمان، ويعني ما الذي سيتم بالضبط من خلال هذه الجلسة إذا لديكم معلومات؟ أهم ما سيحدث في هذا الاجتماع الكريم، إضافة إلى الجلسة الإجرائية التي سيتم فيها انتخاب هيئة رئاسة للمجلس تمثله محليا وإقليميا ودوليا. نعم. هنالك نقاش برنامج الحكومة والموازنة العامة للدولة، والتي ستعرض على المجلس منذ كما تعلم 4 سنوات لم تعرض أي موازنة على المجلس، وكانت الحكومات يعني تمضي بدون برامج معروضة على أي سلطة تشريعية.
وهذا في الحقيقه حدث هام جدا انه يقوم المجلس بدوره الرقابي وبتصحيح وتصويب مسار الحكومه في هذا الجانب من اجل ان تقدم خدماتها للمواطنين بافضل صوره وباقل كلفه ممكنه في اعلى مستوى من مستويات الجوده باذن الله. نعم، اذا اشكرك جزيل الشكر العضو في مجلس النواب السيد مفضل اسماعيل الاباره، كنت معنا من سيئون. وأعود لضيفي من عدن الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. يعني إذا ما تمت هذه الجلسة سيد عبد الرقيب ونجحت بالفعل، يعني ما الدلالة؟ نعم شادي، أن يلتئم مجلس النواب اليوم في سيئون في داخل الوطن هو انتصار كبير للشرعية ولمشروعها أن تقوم المؤسسة الشرعية، هو استكمال لمكونات الدولة. نحن اليوم نواجه انقلاب غاشم استرد الوطن، سطى على مؤسسات الدولة، يقوم حرب تدميرية للبلد، وبالتالي مواجهة اليوم ليست مجرد رصاصة، بل نحتاج إلى يعني كل هذه المؤسسات، نحتاج إلى مؤسسة الرئاسة، نحتاج إلى الحكومة، نحتاج إلى المؤسسة الشرعية التشريعية، نحتاج إلى القضائية، نحتاج إلى المجالس المحلية، أن تتحرك الدولة بكل أدواتها وبكل قنواتها. هذا هنا تظهر قوتها، ويعني أنها تمثل الوطن وتمثل الشعب بكل عمومه في مواجهة انقلاب غاشم لا قرار له، يعني ليس له وجود وليس له أصل وليس له جذور. هنا ستكون الدلالة محلية وإقليمية ودولية أن الحكومة الشرعية وأن الشرعية بكل أدواتها وبكل مؤسساتها تقف على أقدامها راسية قوية في مواجهة هذا الانقلاب الغاشم. نعم، لكن يعني هل تتوقع أن تحدث خلافات يعني بعد جلسة تحديد الرئاسة؟ وإذا كانت يعني حدثت الأغلبية لجهة معينة ولم يكن الأمر مرضي لجهة أخرى يعني أو كتل أخرى في المجلس، هل تتوقع أن يعني تظهر خلافات فيما بعد هذه الجلسة ما بين الأعضاء أنفسهم؟ من خلال متابعتنا لأداء المجلس البرلماني خلال يعني هناك تجربة كافية لدى الأعضاء في ممارسة العمل الديمقراطي، في اتخاذ القرارات، في يعني الخروج بقرارات حسب آلية المجلس بالأغلبية. البرلمان لديه سمعة طيبة خلال الدورات الانتخابية والدورات التي يعني مر بها، ولا أعتقد أن نحن اليوم ك يعني أعضاء مجلس النواب يعني وهم يرون هذا الواقع بعد يعني هذه المعاناة وبعد هذه الحرب وبعد هذا التشريد، بكل تأكيد سيكونون ونحن يعني على ثقة بهم أن يكونوا على مستوى المسؤولية وعلى مستوى التحدي وعلى مستوى المشاكل التي يعاني منها البلد. لن تكون هناك تجنحات ولن تكون هناك خلافات، سيتم حسمها بآلية المجلس، وسيعمل الفريق. من يأتي اليوم إلى سيئون سيكون مؤمن ومخلص ويعني يحمل مشروع الحكومة الشرعية، وبالتالي يعني لا خوف من هذه المخاوف التي أثرتها أنت. نعم، إذن من يأتي اليوم إلى سيئون يحمل يعني مشروع كبير، وهذه إجراءات سيتجاوزونها ونحن نثق بهؤلاء الأعضاء. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الرقيب الهدياني صحفي ومحلل سياسي، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وبهذا نكتفي مشاهدينا، أشكر أيضا ضيوفي من سيئون المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، وشكر أيضا لعضو مجلس النواب السيد مفضل إسماعيل الأبارة. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.